السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بك حبيبي في مطبخ شقة أحمد الصفا. إن شاء الله نرش الذرة مع بعض النهاردة في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة، بدل ما تشتريه من بره وبيبقى غالي. كوز الذرة بيبقى ب5 جنيه و10 جنيه، لا هتجيبيلي الأولاد وتعمليه أنت في البيت بطريقة سهلة جدا. أول حاجة هنسمي بسم الله ونكسر الصلاة على الحبيب ونكسر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أنا جبت الذرة كده، جبت حوالي 7 ب10 جنيه، هو رخيص مش غالي. قشرته زي ما انتم شايفين بالطريقه ديت، واهم حاجه ما تقطعيش الحته اللي هي ورا ديت عشان تعرفي ان انت تقلبي منها كده على الشوايه. بعد ما قشرتهم بقى حضرت هنا صاجه، هي الصاجه دي هي تكجيه مع الشوايه بتاعه اللحمه، فاخدتها كده وعملتها لشوي الذره كده، حطيتها على النار، جبت وعلحت العين اللي في النص وحطيت عليها الشوايه زي ما انتم شايفين كده. بس اهم حاجه تكوني مهديه النار، ما تعلهاش جامد عشان ما تحرقش معاك الذره، يبقى اخد لون من ورا ومن فوق ومن تحت، بيبقى لسه ما استواش من جوه، يعني النار تكون معاكي هاديه خالص. بقى كل شويه اقلبه من ناحيه للجنب التاني كده زي ما انتم شايفين لغايه ما ياخد معايا لون. شايفين بقى ما شاء الله، حاجه بسيطه وسريعه كده للولاد. يعني عايزه اقول لكم ان انا كل ما يعني الراجل بيعدي في الشارع او انا بنزل السوق ولا ايه، بجيبه على طول وبعمله كده، ما بياخدش منك وقت خالص وسهل جدا. وتخصصي كده شوايه تكوني ايه عاملاها في البيت كده، او الشياطه مثلا بتاعه الرز وتعملي عليها، ما بياخدش منك وقت. واهم حاجه تكوني مهديه النار وتقلبيه كده على جميع الجهات كده، هيتشوي معاكي بكل سهوله. شايفين بقى كل ما تلاقي واحد عمل تشيليه وتحط غيره وتنقلي التاني مكان ده زي ما انتم شايفين كده، لغايه ما تخلصي كل الكميه اللي انت جايباها بالشكل ده كده زي ما انتم شايفينه. ده بعد ما خلصتهم خالص، شايفين ما بياخدش اي وقت. اظن بقى ما فيش اسهل ولا اسرع من كده، وتعمليه للاولاد انت في البيت بدل ما تشتريه من بره غالي. ما تنسناش بقى لايك بالفيديو، دعمنا باللايك والشير وسبسكرايب للقناه، ما تنسيش الصلاه على الحبيب، ما تنسيش تكسري من قولي لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.